انكماش الاقتصادي. وينضم إلينا من واشنطن مراسلنا زيد بنيامين. أهلا بك زيد. إذا تحذيرات بايدن أمس ليست فقط على الديمقراطية وإنما على حياة البشر، قال بأنها على المحك بسبب عرقلة ترامب لنقل السلطة السلمية. ما ردود الجمهوريين حول هذه التحذيرات؟ نعم سبا، بطبيعة الحال الجمهوريون ما زالوا متمسكين بدعم الرئيس ترامب، وربما كما أشرتم في الخبر أو في العناوين هناك أيضا تصادف كلام بايدن مع ما سربته قناة CNN من أن الرئيس ترامب سيسحب القوات الأمريكية من أفغانستان أو سيخفضها إلى 2500 جندي، وهذا ما أرسل موجات من الخوف في قلوب الجمهوريين يوم أمس، وربما غطى على كلمة بايدن. ولكن أيضا نرى في نفس الوقت أن الكثير من الجمهوريين بدأوا ينضموا إلى صف بايدن بطريقة غير رسمية. مثلا لدينا ماركو روبيو الذي سمى الرئيس بايدن بأن هو الرئيس المنتخب، لدينا جيمي ريتش وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أيضا سمى بايدن بأنه الرئيس المنتخب. بلا شك يعني الانضمام إلى هذا الفريق يحصل أو إلى فريق المعترفين بالرئيس بايدن يتم تدريجيا وبشكل يعني بشكل حذر حتى لا يغضب الرئيس، لأنه أيضا يوم أمس شهدنا انتقاما كبيرا كما يخشى الجمهوريون من الرئيس ترامب حينما أعلن على تويتر بأنه سيدعم منافس أو لوح بأنه سيدعم منافس لحاكم أوهايو الذي أعلن اعترافه بالرئيس المنتخب يعني جو بايدن. فكل هذه هي في حسابات الجمهوريين، وبالتالي يعني لهذا نرى نوعا من التردد في الاعتراف بالرئيس الجديد قد لا يمتد إلى الأسبوع المقبل. نعم سبا. طيب أيضا زيد، في كلمة بايدن قال بأنه سيعين بعض المناصب في هذه الأيام، ما هي هذه المناصب وما أهميتها في هذه المرحلة خصوصا؟ نعم سبا، طبعا المناصب حتى الآن هي داخل البيت الأبيض، يتم ترتيب البيت الأبيض في عهد بايدن. هناك عدد من يعني مستشاريه وأولئك الذين أشرفوا على نجاح حملته الانتخابية سوف يتم تنصيبهم اليوم. أنا أتوقع أن يعلن اليوم تنصيب ثلاثة منهم في فريق الخاص بالاتصال والمتحدث الرسمي باسم الرئيس، على أن يتم في الأسبوع المقبل أو حتى ربما قد يمتد الأمر أو يتأخر الأمر إلى نهاية هذا الشهر لنبدأ ونرى أولى مناصب الكابينات الوزارية أو الكابينة الوزارية، أولى مناصب الكابينة الوزارية التي سيعلنها جو بايدن. طبعا من الذين سوف يتم تعيينهم جين أومالي التي أشرفت على حملته الانتخابية، سيتم يعني تنصيبها أو وضعها في منصب نائبة كبير موظفي البيت الأبيض، وهذا منصب كبير جدا لأومالي الصغيرة السن، وهذا قد يعطي أيضا نوعا من الدفع لطموحات الديمقراطيين في جورجيا، حيث يحاولون حتى الآن يعني استمالة صغار السن لدعمهم في انتخابات مجلس الشيوخ المؤجلة إلى يناير المقبل. نعم صبا. شكرا لك جزيلا زيد بنيامين، نعود إليك في نشرات لاحقة لاستكمال التفاصيل وآخر التطورات. شكرا.